عسلامة، ان شاء الله تكونوا بكلكم الف صحة وبخير. اليوم باش نعمل مقارونة بالعلوش، مقارونة تونسية. باش نعملها على طريقتي، توا نوريكم ديريكت المقادير. عندي لنا لحم علوش، او كنتم حطوا على قدر قطعات اللحم، حطوهم على قدر افراد العائلة متاعكم. لنا استعملت 4 مغارف كبار طماطم معجونة، حليتهم في شوية ماء سخون. زيت استعملت اقل من العادة خاطر العلوش يسيب الزيت نتاعو. شوية حمص، ولنا عندي راس ثوم كبير قشرته. نسحق ورقتين رند. عندي ملح وفلفل اكحل، استعملت مغرفة صغيرة ماهيش معبية. والكركم والفلفل الاحمر استعملت كل واحدة فيهم مغرفة معبية. توا اول حاجة عملتها خديت الكوكوت نتاعي باش نطيب فيها اللحم والحمص نتاعي. لان اللحم ديما نطيبو في الكوكوت، خاطر فما مره جيت نطيب اللحم الحاجه اللي طيبتها قعدت لي ساعتين ونص وهي تطيب. من بعد كي جينا ناكلو في اللحم لقيناه من الوسط ماهوش طايب، دونك وليت ديما نطيب اللحم في الكوكوت توكا باش نضمن اللي هو طايب بالباهي. والحمص زاده كيف كيف ياخذ لي برشا وقت في الطياب، هكا علاش نحطو مع اللحم. لان باش ماني باش نفوح حتى شيء، جست اللحم حمص الماء وورقة ران، باش نسكر عليهم الكوكوت 4 دراج ومن بعد نحلهم. لنا اللحم تاعي قاعد يطيب على روحه في الكوكوت، و باش نبداو مع بعضنا في تحضير الصوص نتاع المقارونة. لنا حطيت الزيت نتاعي والغاز حطيته على نار قوية شوية باش شك الزيت يسخن لي، و توا حطيت الطماطم. على فكرة الطماطم في المقارونة وليت ديما نحط لها ديما نخلطها بالماء السخون باش تتقللي في عقلها وما تتحرقليش فيسع. الكونتيتي نتاع الطماطم حطيت كيما قلت لكم من الاول 4 مغارف كبار نتاع طماطم معجونه وحليتهم في ماء سخون. هذه هي الطريقه اللي ديما نستعملها. لان خديت الراس الثوم نتاعي ورحيته بالميكسور. نتوما هكا كان عندكم المهراس هرسوه يبدا لكم خير، والثوم نتاعكم هكا يسيبك الماء نتاعو. تو حطيت الثوم نتاعي باش نحط بقيه لفاحات الكل ونخليها تتقلى في عقلها. على فكرة سر البنة في المقارونة متاعي اللي هي عمري ما نحط لها البصل. ديما المقارونة متاعي كل ما نطيبها كسوا الحم علوش ولا دجاج ولا حشاكم حوت، ديما نستعملها كان طماطم وثوم كهو. البصل عمري ما نستعمله. كون شي كي باش نعمل مقارونة زعرة ولا صوص بشاميل وقتها نحط البصل، اما بقية كي باش نعملها بالصوص الحمراء ديما طماطم وثوم كهو. هذا الباز نتاعها والرند بالطبيعة. تو كملت حطيت الفاحات نتاعي، حطيت ملح كركم والفلفل الاكحل والفلفل الاحمر، وباش نخليها تتقلى على نار هاديه على الاخر. وكوين هذا نحركها. لنا الصوص نتاعي خليتها 4 دراج تتقليلي على نار واطيه. وتو باش نحط اللحم نتاعي. على فكره الوقت اللي طاب فيه اللحم هو بيدو الوقت اللي حطيت فيه الصوص تتقلى فيه، معناها قاعدة تتقلى. تو باش نحط طروف اللحم نتاعي وباش نمرق بشوية بالماء هذاك نتاع اللحم، مش باش نمرق برشا سينو تجيني قوية. ومن بعد باش نمرق بالماء سخون عادي، معناها ماء سبالة سخنته وكهو. تو باش نكمل نحط الحمص نتاعي وباش نمرقها بالماء السخون، وباش نخليهم الحمص واللحم باش نخليهم يكملوا يطيبوا شطار الطياب نتاعهم. وكيكه الصوص نتاع المقارونه نتاعنا تولي لنا حاضره. تو بعد ما كملت حطيت الحمص نتاعي، مرقت بشويه ماء سخون وكيف كيف باش نخليهم على نار ضعيفه، مانيش نقوي على الغاز خاطر الحمص واللحم نتاعي معناها طايبين شطارتين، ما نتبلهمش برشا وقت والا نار قويه برشا. جوست هكا باش ياخذوا كل فيحه نتاع المقارونه ونطفي عليهم.
طلنا الصلصه نتاعي نتاع المكرونه قعدت بالباهي، شربتك الماء اللي حطيته لها الكل، واللحم كيف كيف ديجا دوب ما باش ننزل بالمغرفه على اللحمه جات معايا، هذاك معناها اللحم طاب. توا فرد وقت حطيت الماء اللي باش نصمت فيه المقارونة خليته يغلي، توا جوست باش نزيدو شوية زيت وملح، وباش نحط المقارونة متاعي نخليها تطيب في عقلها ونوريها لكم في طبق التقديم. المقارونة متاعي طابت وباش نسقيها معاكم. ماذا بيكم ديما كي تجيو تسقيو اول حاجة حاولوا تعملوها تحاولوا تحطوا كل الزيت الموجود الكل في الصوص وتخلطوه اول حاجة، ومن بعد توليو تحطوا الصوص وتكملوا تخلطوها بالباهي. تو نكمل نخلطها ونوريها لكم. تو هذا الشكل النهائي نتاع المقارونة متاعي بعد ما طابت، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونالت ايداكم، وكان جربتوها وعجبتكم ما تنساوش باش تشجعوني بالتعليقات نتاعكم وباللايك. وتوم بقالي كم باش نقول لكم بالسلامة، وإن شاء الله ملتقانا في وصفات أخرين.